فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تعتبر زيارة قبر الأب الكافر سنة ويؤجر عليها الزائر؟ زيارة قبور الكفار للاعتبار والاتعاظ فقط، ولا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، وإنما ينظر إليهم وإلى قبورهم يعتبر ويتعظ فقط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له أن يزورها، استأذنه أن يستغفر لها فأبى، أبى الله على نبيه أن يستغفر لأمه. نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى. نعم.